انتم السلام عليكم اخواتي اخواني، لاباس عليكم؟ هانين، كديرين مع الصحه؟ كديرين مع الوقت؟ خرجتكم اليوم فلوق جديد، خرجتكم للبر واود. جات ما بين ولاد عمر والبراديه، المهم بلاد تمايا الزرع والزيتون والكرمان. ما درت لكم واحد الفلوق هنايا بسيط، قلت خرجوا ندير لكم شي فلوق هنايا. نتوما قبلوا علينا وسمحوا لينا، ومرحبا بكم والف مرحبا في بني عمير. انتما تشوفوا شويه الطبيعه تبارك الله خير. قلعنا الخبيزه، قلعنا السلك. شوف المهم، شوف كاين هاد الناس هنا عندهم كيسرحوا على المساكن ديالهم، ما عندهم لا ضو لا ما ولا لا بخير، ما كاين لا شارجور لا ثلاجه لا والو لا روبيني لا ما لا والو. مساكن باينين هنا يعني الصراحه، الله يعطيهم الصحه وصافي. بنادم البيت وما نطلق لك البرد، ولا اله الا محمد رسول الله، والحمد لله والشكر لله. الله يعاونهم مع وليداتهم، الله يعاونهم مع وليداتهم، الله يغلبهم على الجميع. وخرجنا، جيت لهاد الفدقه هنايا في بور واود، قلت ندير لكم هاد الفيديو هنا وهاد الفلوق. لا اله الا محمد رسول الله، صلوا على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. نتوما تبارك الله، شو الربيع، ها السلك هاهويا. توا دابا نطيبو لكم ونصورو لكم ان شاء الله. نشوفه لا تيبان، تبارك الله الربيع تيبان بحال الكازا. فين يا بسم الله احد شمتو واعرين هذا، شنو هذا؟ قال عين الربيع. فين هي مروة؟ فين هي مروة؟ هنا شك هنا شك هنا بلاتي هاد الفتح. الله يسير خالي دابا بحال كنمشي نشري ديرو البركات وديرو حتى حاجة، بغينا نمشيو. غاتشي على رجليك ديك على رجليك. غاتشي عند كريم؟ لا راه غايجي لنا عند كريم. وعداك يجيني الصرف. هاي اجي اجي اختي، ترجع انا وياك، راه خفت اختي من الكليب. كاين الصرف هنا بزاف. قولي لي رجعي لي يجيك شي كلب تولي خبر كاين. ها انتم شوفوا، يعني ان الناس باقين كيتحملوا، باقين كيصبروا. شي اللي ساكنين يعني دايرين باقين بانين بالتراب والحجر والميكا، تصب عليهم الشتا تجيهم الشمس. مساكن ما حداهمش لا ما لا بير لا ضو لا والو، يعني والناس الحمد لله عايشين بخير.
الحمد لله شاكرين مع وليداتهم وصابرين مع وليداتهم، الله يعينهم الله يغلبهم على الزمان والله يسر لهم تمام ساكن يكملوا ديروا دويرتهم يتجمعوا مع وليداتهم. النور كاين نشوف واش كنتي كتحمي علي ها نتوما كتشوفوا الصراحه تخديت ما نقدرش نصور شي حاجه بلا اذن هذا ها ما فين ساكنين الناس يعني ساكنين هنا كيتعاقل مع ولادو كيضل مسكين سارح الغنم هو مرتو هو ولا مرتو عاد كيمشي يخدم في الموقف يعني في الزيتون في الرمان في البلاد الشقيان فاش ما جاتو باش والصراحه مقى ولادو مخيرين لابسين مسكين ما يخزنش غير ملي بردو يضربوه في النهار يعني مهلف ولادو حتى ليا الصراحه والله يعاونو مع وليداتو والله يقدر على حاتم هنايا في كيدير المساكن الحين صراحه الله يعطيهم الصحه والصواب وهكا تكون شي مناسبة بعد شي حتى ما يمشيو ما يتوخروش هذا راه الروض تاع البهيم كيكرموه كيحميو بين النور الناس راه عارفينو ديال البلاد ديال الباديه والعروبيه الحمامه فين كيعومو هانتوما هادو راهم بيوتا هنا كيديرو البهيم لا لا باش متبانيش اخرج من لاكستا لا لا مشيتش انا الاخر كيديرو يلا دير لنا متبوخه يلا كيحطبو هنايا لا ما شدكش هاك كاع على بان شي حدقة ربحة دخلت عيات انا جاية مروة كنسز هانتوما يا ربتي الله يهديك راه ما نشدكش راه خايفين مني لا نشدهم راه ما كنسدش نشوفهم هاي النور راه النور ديال العواد كيسعروا بالحطب راه كدرت لكم اللي بغى يشوف الحوتة بين النور راه كاينة في القناة دخلوا تشوفوها حوتة معمرة بين النور هانتوما يعني اللي عندو شي حاجة يقول الحمد لله صبر الله دايرين الطاقة دايرين الطاقة ياك دايرين الطاقة الشمشمية السم السمسية ها حميمات راه ندبحو نديرو عليهم الرفيس شي حميمات فوق نتمنى يعجبكم هذا الفيديو بلوك جديد وفيديو جديد قعدتو سكعتو فيه الماكلة البهيم يعني بنادم يحمد الله ويشكرو مع ذلك كيتعاكلو على ولادهم وكيضربو عليهم تمارة صراحة والله العظيم إلا زعما الله يعطيهم الصحة انا من عدي بنت الله يعطيهم الصحه جاك الناس جا القهوه مطبوخه يا مرا القهوه مره شربناها اتاي وخبز تاع النور والزيت الله يعطيهم الصحه